انتبه، وصل معدل انتشار السمنة في السعودية وفقاً لمؤشر كتلة الجسم 28.7% في كل 30 كيلوغرام في المتر المربع، وكانت النسبة عند الإناث 33.5% مقارنة ب 24.1% عند الذكور. وتسبب السمنة أمراض كثيرة، منها السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين. ببساطة شديدة، أهم شيء يخليك سمين مهما كنت، صغير أو كبير، رجل أو امرأة، أنك تتناول كميات من الطعام سعراتها الحرارية أكثر من حاجتك اليومية. يوم بعد يوم وشهر بعد شهر تتراكم الدهون داخل جسمك، والمشكلة تكون أكبر إذا كنت كسول تجلس ساعات طويلة قدام التلفزيون، وتتنقل بالسيارة بدل المشي حتى المسافات القصيرة للمسجد أو السوبر ماركت، وتستعمل المصعد بدل الدرج، وتمارس الألعاب الإلكترونية بدل الألعاب الحركية. وبالنهاية قدامك طريقين ولازم تختار منهم، أما تعيش حياة صحية سليمة أو أنك تعيش مع الأمراض والأدوية بقية عمرك. غير أسلوب حياتك وتذكر دائما، وزني مسؤوليتي.